فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يكون الصغير إماما في الصلاة للكبير؟ أي نعم، إذا كان مميزا ولم يوجد من هو أقرأ منه فإنه يأم. عمر بن سلمة أو عمرو بن سلمة كان يأم قومه وهو في سن التمييز، لأنه أكثرهم قرآنا، وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.